شحاتقرآن.com. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. واختلاف الليل والنهار وما الله من السماء من رزق أنزل الله من السماء بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته ويل لكل أفاك أثيم ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم
من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها فاتبعها ولا تتبع أهواء إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة قوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم ما كان حجتهم إلا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى
وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننسى كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها
فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.